أمورك على خير؟ الحمد لله الحمد لله. تعالى مرحبا بك، نورتينا. شنو الاسم الموصل اللي عطينا؟ أسماء. أسماء أسماء قلب عامرة أسماء. محتاجة تهضري، بس نفرغ شوية حتى شي حوايج ما عمرني قدرت نقولهم لشي واحد. مرحبا أسماء، نورتينا الحلقة ديالك. خودي راحتك. يلا قبل ما تعاودنا أسماء، راه كلشي برك في هاد اللحظة على جام. كلشي دير بارطاجي، وكلشي كتب ليا تما اللي دار بارطاجي، اللي دار بارطاجي كتب لي تما هاد العملية بنجاح. تفضلي أسماء، عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك أسماء. المهم انا خويا من واحد العائله الحمد لله ما عندناش ما خصناش مكان غاديين مع الوقت. المهم الوالد ديالي ماما وبابا كانوا كيخدموا بجوج بيهم، وانا كنت كنبقى مع فاش كانت عندي 6 سنين انا كنت كنبقى مع اختي الكبيره. واحد ولد جيراننا كانوا ساكنين في العروبيه وعندهم دار مقابله مع دارنا، كانوا كيجيو مره. هذاك الولد كانت هذيك الساعه تقريبا تكون عنده كاكسي كدا 40 تقريبا. المهم فاش كان كيجي كان كيقول لاختي هانتي عطيها ليا حتى تشقاي وتسالي الشغل ديالك بحكم مع ماماك وباباك في الخدمه، هي تبقى معايا عليك انت. اختي كانت كتعب عليا انا. واش كانت في عمرك ديك الساعه؟ كانت تقريبا هذيك الساعه كانت يمكن عندي شي 6 سنين هكاك. مهم فاش كانت اختي كتعطيني ليه كان هويا ما تيدخلنيش للدار، كان كيخليني كان كيجلس غير حدا الباب ديال دارهم وتيجلس واحد الكرسي وتيجلسني فوقه. مهم فاش كان كيجلسني فوقه كان كيقول لي شي حوايج هكايا وانا ما كنتش عارفه ديك الساعه. مهم كان كيدير معايا شي حوايج غير سطحيين. مهم كان كل مرة تيقول لختي غير خليها معايا. داك الشيء كل مرة كيتكرر. صافي فاش وليت شوية تنعرف فاش ولا كيجي بديت كنهرب منه. ما فاش كيجي وكيقول لي اجي سلمي عليا ولا شي حاجة صافي كنهرب. شي واحد ما عارف شي حاجة. المهم ما كنبغيش صافي بحال اللي طبات ديال هويا ما تنخاف منه. صافي وصلت واحد العمر. المهم كملت قرايتي وصلت خديت الباك ديالي ولكن بقات عندي هذيك العقده ديال شي واحد يقيسني ولا شي حاجه. كنبقى نسمع دوك الكلمات اللي كان كيقول ليا تيبقاو يجيو لي ديما في بالي كان كيبقاو شي كلمات خايبين. صافي المهم فاش وصلت لواحد العمر خديت الباك صافي بقيت هكايا. فاش نجحت في الباك وخديت الباك بقيت هكا كل مره كندفع صافي ما تقبلتش في حتى شي حاجه. صافي كانت عندي نمشي نقرا السياحه ما تقبلتش فيها. المهم صافي فاش ما تقبلتش صافي قررت انني نجلس في الدار. ماما بقات كتمشي تدفع عليا وداك الشيء ما بغيتش انا كاع. انا كنت كنمشي نسافر عند اختي كنلقى واحد بنت جارت اختي هكا خدامه ولات يعني مهليه في حالتها كتلبس زوين هكا وداك الشيء. بديت كنسول فيها كنقول لها فاش خدامه. المهم قالت لي خدامه في واحد اجونس دوياج خدامه فيها. قلت لها عافاك واخا ديري واخا دفعي لي معاك. قالت لي راه ما طليقش ليك وهكا وهما دابا ما تيقبلوش وداك الشيء. انا بالحب ما شفت هذيك البنت كيفاش ولات وكيفاش تغيرات بغيت حتى انا نتغير. صافي درت بالي انني حتى انا خصني نخدم. مهم مشيت البنت ما بغاتش تقول لي مشيت بقيت كنقلب في الفيسبوك في دوك لي زامي ديال البنت حتى لقيت واحد الشخص. صافي هضرت مع داك الشخص قلت له راني بغيت نخدم وهكين. قال لي صافي واخا. هذاك الشخص يعني ربط معايا واحد العلاقه قبل ما نمشي عندهم لهذيك المدينه. وليت انا وياه في علاقه. صافي فاش مشيت انا وواحد عيطت على صاحبتي قلت ليها يلا تمشي معايا نخدم انا وياك.
فاش قلت لها يلا غنمشي، جات عندي من مدينة واحدة أخرى. جينا بابا ما خلانيش، بابا قال لي بعد المرة الأولى كنت قبل ما تجي عندي صاحبتي، مشيت أنا وواحد البنت من لافامي ديالي، مشينا لهاد الشركة. فاش مشينا البنت اللي من العائلة ديالي ما عجبهاش الحال، قالت لي هذه يمكن شي خدمة بين قوسين، فهمتي كاينة شي حاجة تما، ما غنعاودش نمشي. أنا درت في بالي خصني نمشي ليها. صافي عيطت على صاحبتي، جات عندي، قنعت بابا. بابا المرة الأولى ما بغاش، قال لي انتي مازال صغيرة. هذيك الساعة كانت عندي يمكن شي 19 عام هكاك، قال لي بابا انتي مازال صغيرة غتمشي لهذيك المدينة، غيضحكوا عليك وهذا وهذا. قلت له انا بغيت نمشي، صافي بغيت نمشي، راه الا ما مشيتش راه ما غنقراش هذا العام، ضروري غنمشي نخدم. صافي مشيت انا والبنت. كيف وصلنا لهذيك المدينة، لقينا اول واحد هو هذا الشخص اللي ربطت معاه العلاقة، هو اللي دانا الشركة، حيت انا ما كنت يعني ما مشيت لها المرة الاولى، كنت ما عارفاش فين جات بالضبط. المهم دانا، فاش دانا وصلنا، كانت تلاقى صدفة مع هذيك البنت اللي ما بغاتنيش نخدم. تلاقيت معاها حيت هما ساكنين في هذيك الشركة، هما اللي دايرين ساكنين، هي شركة لتحت ساكنين البنات والفوق دايرين الشركة، والفوق كاع كاين الولاد، يعني الولاد والبنات ماشي من هذيك المدينة، من جميع يعني من الحسيمة، من مراكش، الآسفي، يعني أي بلاصة. مهم البنت فاش طلعت شافتني تصدمات، قالت لي زعما شكون لي كيفاش حتى وصلتي هنايا؟ قلت لها راه جابني الولد. قالت لي فين كتعرفي؟ قلت لها كذبت عليها، قلت لها راه ديجا كنعرفو سنين هادي. صافي هما هي هذوك البنات، احنا كنا اصلا يلا جينا هذيك الساعه مع الصباح هكاك شي 10 الصباح وصلنا، هما البنات كانوا يلا فاقوا مشاو دوشو لبسو تقادو باش كيديهم ترونسبور ديال الشركه. صافي الريسبونسابل اللي تما قال لينا يلا معايا باش تشوفوا الخدمه كيفاش دايره. المهم مشينا معاهم، البنت بدات كتكمي قبل ما تركب في الترانسبور، كانت مخبيه عليا باش انا ما نشوفهاش. انا فاش شفتها صاحبتك اللي ديتي لا معاك؟ ماشي صاحبتي، لا ماشي البنت اللي ديت معايا، البنت اللي ما بغاتنيش نجي لهذيك الخدمه. لقيتها كتكمي مخبيه عليا، وانا فهكا فاش تصادفت انا وياها وانا نمشي عندها، قلت لها شوفي، قلت لها كل واحد مسؤول على راسه، يعني انا واخا شفت شي حاجه راه ما غاديش نقولها، حيت ما كتهمنيش. قلت لها يعني ما تخافيش. صافي حسيت بها بحال اللي تقرصات. المهم مشينا معاهم، ركبنا معاهم. هما هاد لاجونس شنو كيديروا؟ هما بحال اللي كينصبوا على الناس، يعني شركه وهميه. هادشي في المغرب؟ في المغرب. هادي شركه وهميه، شنو كيديروا دابا؟ كنا فاش كنلبسو كنتقادو، المهم كنمشيو لواحد حدا شي اوتيل هكا، ولا واحد البلاصه اللي معروف فيها غيكونوا فيها الناس وداك الشيء. هما هادوك صحاب الشركه تيكونوا ديجا عارفين الاجنبيين اللي داخلين هنا المغرب، هما تيركزوا على الخليجيين، الدول العربيه كيركزوا الاغلبيه على الخليجيين حيت ما فيهمش المشاكل، وتيركزوا على توانسه. مهم الجزائريين مره مهم، ما خصكش تطلع غير الكور، الاوروبيين هما ما خصكش تطلعهم. يعني فاش حنايا فاش كنوقفوا هكايا، كيكون عندك واحد الباج مصيبينو ليك ومقادينو ليك، كتوقف انت شي كل ثلاثه البنات والريسبونسابل ديالهم كيتفرقوا البلاصه. مهم فاش قدام ماشي في اوتيلات، لافز قدام لوتيلات، ولكن بعد مهم كتمشي عند هذاك الزبون كتهضر معاه، انت راك اصلا ديجا عارفه اصلا ماشي مغربي، تتمشي كتقعد تهضر معاه. فاش كيبدا يقولك سميتو هكا تتعرف عليه، كتقول له رحنا يعني احنا خريجين واحد المعهد، يعني هما كيحفظوك المعاهد اللي كاينين في المغرب ديال السياحه، ديجا انت راك كتقرا معاهم وخرجتي ستاج، دابا تيحفظوه لك قبل ما تمشي. بدي يحفظوا لك هادشي، واخا بدي باش ما نقصوش، باش مزيان هادشي، ربما راه غتكون شي واحد يقدر يطيح في هاد الموقف. النهار الاول دابا شنو داروا معاك باش مشيتي؟ النهار الاول فاش مشيت قالوا لي غادي اعطوني واحد الورقه قريتها. شنو في هاد الورقه؟
فهاد الورقة كتبقى مثلا كتقول له شنو سميتك، هذا من تا من اين مدينة، واش اول زيارة، شحال زعما، واش هادي اول زيارة كتزور المغرب، اين بلايص مشيتي ليهم، كيف عجبتك، كيف عجبك المغرب هكا، واش لوطيلات ديال الناس تقبلوك مزيان هكا. كتقول المهم فاش كتهضر معاك هكا كتقول له انا خريجة واحد لهاد واحد المعهد، كتقول له المعهد اللي قريتي فيه، حيت هو اصلا وهمي مع عمر قريتي فيه، درستي معاهم واحد العامين، ودابا انت ستاج مع هاد لاجونس، وانت الى انت غادي تربح 3 ايام في اوتيل 5 اطوال، كتختار المدينة اللي بغيتي، وانا بالحداد ديالي كنربح معاك واحد 2 نقاط كتخولني انني نخدم مع هاد لاجونس. انت موهي المهم هادشي انت فاش ولدتي هاد، تدخلوكم بيت تقريوكم كاملين ولا كل واحد بوحدو؟ لا لا، مع الصباح مثلا مرة في السيمانة تندخلو كيبقاو يحفظوا فينا شنو هادو غادي مغاربة، نقولو هكا، شنو مغاربة. مغاربة. هذا هادو اللي دايرين هاد الشركة مغاربة. وهاد الشركة قلتي لي كاينين تتنعسو فيها تتاكلو فيها كلشي دابا هي، دابا هي فيلا، فيه؟ فيلا جات في واحد الحي راقي. هاد الفيلا هما حتى الموقع لاعبين على الفيلا حدا واحد البنكة، يعني فهمتي. المهم المهم غير عاد غنزيد نشرح لك. المهم هاد الفيلا جات في واحد الموقع راقي، جات لاكابل تحت كاينين بيوتها وكوزينة وطواليت، والوسط كاينة الشركة، والفوق كاع كاينين البيروات، والسطح كاع دايرين فيه بيوتها ديال الدراري. يعني شحال كتشوف تقريبا يعني بيكون في ديك الشركة تقريبا؟ المهم تقريبا يمكن كنا حنايا شي، كنا اللي ساكنين تما كنا تقريبا شي 11 واحد، بنات ودراري؟ بنات ودراري، واللي برا اللي ما تيسكنوش اللي في هذيك المدينة، يعني تيمشيو وتيجيو، كانوا يمكن شي 5. هي تقريبا 16 مهم بعد واحد. مهم بعد مهم بعدا كانوا الأغلبية تيدخلوا تيخرج، راك عارف فاش كيعيقوا تيبقاو، اللي تيعيق ما تيبقاش يرجع، تيمشي، اللي تيجيو يخدموا تيعيقوا صافي. ولكن هما كانوا كيخدموا الأغلبية في الصيف. مهم صافي هكايا تنخرجوا تنهضروا مع الواحد، تتهضر معاه فاش هو كيقتنع، انت كتعطيه واحد الورقة كتقول له مثلا، قبل ما كتعطيه هذيك الورقة كتقول له غادي نعطيك واحد السؤال، ويلا جاوبتي عليه تتربح معايا واحد 3 ايام في اوتيل، كيكون من اختيار المدينة اللي اختاريتي. المهم انت هما ديجا محافظينك السؤال اللي غادي تقول، فهمتي الأسئلة اللي غادي تقول، حل جد هو الأسئلة هذاك هذاك حل. الزائد. المهم كتبقى تقول شنو هي المدينة اللي كلاسات عالميا في السياحة، شكون هي المدينة اللي معروفة شكون هي المدينة اللي، المهم راني ما بقيتش عاقلة بزاف. المهم بحال هاد الأسئلة هكايا المهم عندهم علاقة غير بالسياحة. عنده بغي السياحة، وهو شكون هي المدينة اللي ملقبة بالحمامة البيضاء، بحال هاد الأسئلة كانوا كيقولوا لينا. دابا هو وخي جاوب غلط، انت خاصك تقول لي راك جاوبتي صحيح. فهمتي. مهم فاش كيجاوب كتبقى عليه، واش كدير ليه هذاك الحماس وداكشي، فاش كيقول لك اخر جواب وداكشي كتقول له راك ربحتي معانا، ودابا هاد الجائزه اللي هاد الجائزه قبل ما تستلمها خاصك تمشي معايا لاجونس ديالنا تما فين غادي تستلمها. مهم هنا انت الدور ديالك انك خاصك تديه. الخدمه ديالكم مهم يديو المقر، اي المقر خاصك ضروري ديه تمايا صافي. فاش كيقول لك انا نمشي معاك، الا حتى الا ما بغاش يمشي معاك خاصك تبقى لاصق فيه، على انه كتقول له الا ما بغيتيش انت، كيقول لك انا ما عنديش، يعني ما تستفدش منها، خوديها انت انا هديتها لك. انت كتقول له لا انا راه ما عندي ما ندير بيها، انا راه يكفيني انك تطلع وتشكرهم وتقول لهم هاد البنت استقبلتني مزيان، هضرات معايا باش انا نربح معاك واحد 2 نقاط. بس كيقول لك هو فاش اصلا، فاش كيجاوب على السؤال وكتقول له ربحتي، كتقول له غنقدم لك لواحد الريسبونسابل ديالنا، هذاك الريسبونسابل كيجي كيقول لهم مبروك راك ربحتي معانا، وهاد الجائزة حنا دايرينها بلانيفيرسير ديال هاد الشركة امتى تأسست وهكا وهكا. مهم صافي فاش كيم يدير، فاش كيقول لي اه نمشي معاك،
كتختاري كتقول له بغيتي تمشي في الترونسبور ديال الشركه، هما الاغلبيه تيخافوا تيبغيوش، كيقول لك نفضل نمشي معاك في طاكسي وما نمشيش معاك في الترونسبور ديال الشركه. الا انت ديتي في طاكسي مهم كتمشي معاه، هادوك صحاب الطاكسيات ما عارفين هاد الشركه الوهميه شنو لو كيديروا، ينفع تيشوفك مع الزبون انت عارفك راك غادي نطلع على هذاك المقر، شنو تيدير هو فاش غادي يوصلك من طاكسي؟ راه غادي يوصلك على الاقل غيوصلك مثلا هكاك بشي 15 درهم 20 درهم الا كثرات. من طاكسي شنو تيدير؟ غير سيشوفك تتوقفي تيقول لك غادي نديك 100 درهم، يقول لك حيت هو كيقول لك انا غنديه ب 100 درهم وغادي نبقى غادي وشاد معاه الهضره باش نوصلو معاك. كتقولي انت كتقولي السيد كتقول له راه قال لك 100 درهم، كيقول لك ماشي مشكل تطلع معاه صافي كنطلعوا على ديك الشركه باش كتقدموا في الاستقبال، مهمتك صافي كتسالي هذيك الساعه ما كتعرفش شنو كيطرى لداخل حيت تما فين كيتم النصب ديالهم عليه. انت المهم المهمه ديالك هي تدخليهم للداخل. المهمه ديالي خصني نجيبه وصافي، المهمه ديالي سالات حيت هما فاش كيدخلوا تما كيدوز عند بنات وحدين اخرين، كيدوز عند فاش كيدوز عند دوك البنات وحدين اخرين كيبقاو يشرحوا ليه على اساس بحالي غير بحالي غادي يشري واحد البطاقه، وهذيك البطاقه مثلا فين ما يبقى يجي للمغرب غيولي مثلا كيسافر بها كيدخل بها لاي اوتيل، يعني هي كتكون يعني مثلا بحال لاكارت بانكير، كيولي هو كيشريها بواحد المبلغ، هما كيبقاو يوريو العروض، هو الهدف ديالهم انه يحط الفلوس. واش هادير هاد البطاقه تقريبا؟ ماشي تقريبا، دابا هما على هما قدر مثلا واحد غادي يحط 3000 درهم 4000 درهم، الا كان شي واحد خليجي راه غادي يحط مثلا 10000 والفوق، الا كان شي خليجي تيبقاو لاصقينه حتى كيحط واحد المبلغ. الا المهم هما ما خاش شي واحد يخرج لا ما يحط حتى شي حاجه، ضروري حتى الا كان شي واحد نيت راه ما غادي. مهم صافي. وانا بحال هكا يعني بديت كندرب ديت هكا تنطلع هكا، اغلبيه اللي كنا حنا خدامين ما كناش كنديرو سالير فيكس، الاغلبيه كنا كنديرو اي كليان طلعتيه وشرى من عندهم هذيك البطاقه انت كتخلصي مثلا. حنا ما عارفينش هما، واخا واحد يكون مثلا شرى من عندهم غيكذبوا علينا يقولوا لينا ما شراش ما شرى حتى شي حاجه باش حنا ما ناخذوش الفلوس، ولكن مثلا كنا اقل مبلغ نقدر ناخده في الكليان هو مثلا 100 درهم 100 درهم على الواحد 100 درهم على الواحد. عاوتاني الا كان الا قالوا لك مثلا كان شي خليجي وشرى شي مبلغ بزاف، مثلا غتجيك انت شي 500 درهم 300 درهم هكاك 400، مهم هكا صافي. فاش هكا بدينا كنتحاكو، انا البنت اللي كانت مشات معايا اللي ديتها معايا يعني تصاحبات مع دوك البنات، حيت فاش كنا كنساليو الخدمه كندوشو كنجلسو البنات كيبداو يكميو وكيشربو. عطيتكم الشراب يجيب لكم الشراب؟ لا هما البنات تيشريو بوحديتهم تيجيبوه للدار. تيجيبوه للدار، حنا كان علينا غير كيفطرونا وتيغديونا صافي. المهم البنات هكايا بالليل فاش كتسالي الخدمه مع شي 7 8 هكاك تيجمعو تيجلسو كاملين تيبقاو يشربو كيكميو كيهبطو عندهم الولاد كيبقاو جالسين سهرانين. المهم البنت انا اللي ديتها معايا حتى هي تبلات معاهم تصاحبات معاهم وتبلات معاهم ولات كتكمي حتى هي كتشرب. انا ما داكشي ما كانش داخل راسي، ما عمرني درت معاهم شي حاجه، كنجلس معاهم ولكن عمرني قربت لشي حاجه، ولكن فاش انا هما كانوا كيجلسوا كيكميو كيشربوا انا ما كنتش ديما جالسه معاهم، ديما كنت كنكون مع داك الشخص اللي درت معاه علاقه اللي هو اللي داني. يعني تا هذاك ريسبونسابل تما ولا شي حاجه؟ هذاك خدام تما شيفور وريسبونسابل تمايا، هو اللي هذاك ولد هذيك المدينه، يعني كان مثلا مره في السيمانه ولا ثلاثه، المهم جوج مرات في السيمانه ثلاثه المرات ما تيمشيش لدارهم تيبات تما.
وانا مع حكم انني يعني احنا كنا جوج بنات ولا ثلاثه البنات في البيت، يعني انا كنت مثلا ما كنباتش مع البنات، كنت كنبات مع هوايا، كنا كنباتوا في هذاك البيرو، يعني دي في الاداره، في البيرو ديال المدير، كنا كنباتوا تما. المهم صافي ربطت مع واحد العلاقه، قام وعدني بالزواج. المهم كنت دايره مع علاقه سطحيه، صافي بقينا هكاك، يعني صافي وليت معاه، بقيت معاه هكاك واحد المدة شوية. هما في الخدمة كانوا معنا علينا اننا ناخدو النمرة ديال شي زبون الا طلعناه، ما عندناش الحق باش هما، بس حتى الى نصبو عليه وداكشي، الزبون ما تكون عنده حتى شي علاقة بشي نمرة، باش كلشي كيعطيو ليه وهمي، شي حاجة ما صحيحة. صافي فاش بقينا هكاك، بقينا انا فاش وليت كهداك السيد اللي رافضة معاه علاقة، كان باتو تمايا، كنبقاو كنقلبو في الوراق. فاش كنبقاو نقلبو في الوراق، كنلقاو مثلا السمية ديالي انا مدخلة واحد المبلغ ديال الزبون اللي دخلت، يعني مدخلة واحد المبلغ وهما كادبين عليا، ما قايلينش ليا داك المبلغ، ديما تينقصوا لي. بقينا بزاف البنات هكاك هكاك، صافي شفنا داكشي خلينا رجعناه لبلاصتو. صافي انا مع تصاريت في الخدمه، وليت كنعرف وداكشي شنو وليت كندير، وليت فاش لقينا دوك الوراق و تيكذبوا علينا، وليت انني كنمشي كنطلع الزبون كنهضر معاه كلشي. فاش كنوصلوا لواحد البلاصه باش ناخذ انا وياه تاكسي، كنقول له شوف انا راه اصلا يلا جايه خدامه هنا وكاريه وداكشي، كنبقى بس نبقى فيه، كيبقى يقول لي، كيقول لي انا ما غاديش نطلع معاك، المهم نعطيك الفلوس. مثلا كيعطيني 300 درهم 200 درهم، كناخذها وكنخليه يمشي، وكنرجع عندهم كنكتب عليهم كنقول لهم ما بقاش يمشي معايا، المهم انا خديت فلوس. وليت كندير بحال هكاك، بقيت هكاك هكاك. مره واحد النهار قال لينا مول الشركه، قال لينا الا ما طل... قال الريسبونسابل علينا الا حتى شي واحد ما طلع شي زبون بلا ما يطلعهم في ترونسبور، كلهم يمشيو على رجليهم ولا ياخدوا طاكسي، المهم ما يطلعوش حيت ما بقاوش كيطلعوا لينا. طافي البنات هكا تفرقوا، بدا كلشي كيقلب شكون غيطلع. انا بان لي واحد السيد غادي اخرج من واحد لوطيل وغادي. انا مشيت عنده، قال لي واحد الدراري منهم قالوا لي هذا غادي تطلعي وغيشري، يعني غادي مثلا هكا غادي تعشينا حيت هذاك خليجي يعني ضروري غادي يشري. صافي مشيت عنده، كان هو اجي كبير شويه، قالوا لي هذا نقدروا يعني غادي نصبوا عليه. المهم مشيت عنده هضرت معاه، بقى السيد كيقول لي انا راه كنسكن حدا مكه وانا هذا وندعي معاكم وفرحتوني ربحت معاكم. قال لي ولكن انا راه ماشي بوحديتي هنا، انا راه معايا عائله على قدها. قال له ريسبونسابل، قال له ماشي مشكل، نمشي معاك البنت وتمشيو كاملين معانا في ترونسبور ديال الشركه. قال له ما واخا، انا ربي تيبغيني، انا حيدت هذاك البادج اللي كنت دايره، يعني حيدتو عطيتو للولد ومشيت هكاك، يعني ما عندي حتى شي حاجه كدل انني خدامه مع هذيك الشركه الوهميه. مشيت معاه لوطيل، السيد غير دخلت معاه لوطيل، طلعت معاه نيسان، ما دازش في الاستقبال، طلعت معاه نيسان. فاش دخلت معاه لوطيل كنلقى عائله كامله جالسين، ومع الراجل ومراته وولادو وحفايده، ولقيت واحد السيده معاهم مغربيه. فاش دخلت السيد قدمني ليهم وقال ليهم راه هاد البنت راه ربحتني، ودابا بغينا نمشيو معاها وكاينه حفل في الشركه ديالهم. السيده المغربيه جات عندي، هي تقول لي انت كتخدمي مع واحد فلان فلاني، حيت فهمتي هي اصلا ديجا شاده هذيك العائله كتستثمر فيهم كديهم هنا. قالت لي انت ديجا خدامه مع واحد فلان فلاني، يعني عارفه. قلت لها اه. فاش قلت لها اه، جرات الولد ديال هذاك السيد اللي هضرت معاه، جرات وخرجاته هضرات معاه، مشاو كلموا لي اللي في لوطيل، جاو عندي كاملين
خرجوني، المهم فاش خرجوني ويقول لي اللي في المستقبل هو واحد السيدة، قال لي دابا انت اللي طلعتي وما جيتي عندنا، ما شفناك ما حتى شي حاجة، طلعتي هكا كنت طلعتي ولقيتي الدراع اللي واختصبوك ولا داروا قتلوك ولا داروا لك شي حاجة، واش بغيتي تخرجي علينا؟ قلت له انا ما عارفاش واني خصني نجي عندكم ولا شي حاجة. قلت له ما عارفاش. قال لي واش انتي كتخدمي مع فلان فلان؟ قلت له ما تنعرفوش. قلت له انا اول مرة غادي نجي لهذيك المدينة وانا ساكنة في كاين شي ناس الغربية يكتبوا مع راه هادشي واقع في مارسي، كل اللي عارف القصة يقولوا مارسي ما عارفش بصح ولا لا. لا ماشي تم، لا حيت هادي ماشي شركة واحدة، هادو بزاف ديال الشركات، حيت حنا في هذيك المدينة كنا يمكن شي 5 شركات كنتنافسو مع بعضياتنا. هاد الشركة اللي كنقول لك ما كايناش غير في مدينة واحدة، كاينة في بزاف المدن، وكل واحد والطريقة ديال النصب ديالو كيفاش دايرة. مهم صافي، انا كتبت على اللي في الوطيل قلت له انا راني بنت العروبية وما عارفاش، انا اول مره كنجي لهاد المدينه. قال لي في خبارك هذوك صحابك راهم ما يداو اداتهم استفيض، رحنا بلغنا عليهم. انا قلت له ما عارفاش، بقيت كنبكي عليه تنقول له انا اول مره راني تنخدم هاد الخدمه ما عارفاش. قال لي شوفي انتي مازال صغيره، قال لي رجعي لداركم، هادي خدمه راه ماشي حلال، وهاد الخدمه راه غتوصلك لشي حوايج. قال لي هذاك راه غير تيتفلى عليكم تيدي لكم تيربح على ضرغكم الفلوس، وانتوما في الاخر ما تتخرجوا حتى شي حاجه. صافي قال لي سيري. انا فاش خرجت بديت غاديه، شدني واحد الولد قال لي اجي يلا ناخذ طاكسي ونطلعوا، راه البنات والولاد كلهم راه اداهم البوليس، راه بلغوا عليهم، راه اللي انت معاهم اللي مشيتي معاهم في الوطير كلشي بلغ عليهم. مهم صافي مشينا، هما يعني غير حنايا خدينا طاكسي وطلعنا للشركة، دوزنا يمكن شي ساعة ولا ساعتين، جاو كل شيء للدراري والولاد. راك طبعا عارف ان هذاك المسؤول مشى دار شي حوايج وخرجوا عادي، فهمتي؟ حتى اصلا يعني بحال لي هما اللي في الوطيل قالك بانهم غير تياخدو لينا الزبائن ديالنا وهكا وهكا، يعني ما استفدوا منهم حتى شي حاجة. صافي خرجوا، فاش خرجوا صافي بداو الكليانت ينقصوا، حيت كان بدا كيدخل البرد. فاش بدا كيدخل البرد عاوتاني جمعنا، دالينا اجتماع، قالينا دابا ما تبقاش الخدمه بزاف وما غنبقاوش نطلعوا بزاف، دابا غنبداو نطلعوا المغاربه. وكيفاش غنكذبوا عليهم؟ غادي نقول لهم اي نعم بعدا. اي نعم في 2016. هادشي في 2016 يعني هادشي قديم. شاف عمرك دابا؟ انا دابا عندي 27. فاش يلا خديت الباك، يعني انا غير خديت الباك مشيت خدمت، يعني كنقول لك هادشي في 2016 2017. اسمح لي، بزاف ديال الناس يصيفطوا لي بان اللايف تيتبلوكا، عافاكم كلشي دار جيم جيم وبارطاجي، عافاكم كلشي دار جيم. كملي لي اختي اسماء. مهم صافي جمعنا، قال لينا دابا البرد دخل، بلاتي نقول لك دابا فاش هاد الزبائن اللي كانوا كيعطيو الفلوس سميتو فاش كدوز واحد المده وما تيسافروا بهذيك البطاقه ما والو، كيجيو تما وتيجيبوا البوليس وما تيصوروا حتى شي حاجه، فهمتي؟ يعني واخا يمشي ويشكي ولا شي حاجه ما كاينه حتى شي حاجه، نتوما حطيتو الفلوس بحال اللي ما كيستافدوا حتى شي حاجه، واش هما دايرين ايدهم مع شي حد ما عرفتش. مهم صافي جمعنا، قاعدين دابا غادي نبداو نطلعوا المغاربه. الى بان لك شي مغربي هكا في هذيك المدينه، راك عارف انت هذيك المدينه يعني معروفه كيمشيو لها كل شيء تيخدم فيها، فيها المعامل بزاف. مهم تيمشيو واحد كيمشيو بحال هكا، يا غنمشيو عند شي واحد. شوف الطريقه كيفاش دابا غادي تم النصب، اننا ما غنقولوش لي غادي تمشي تسافر شي اوتيل ولا شي حاجه ولا شي مدينه، دابا لا، هذوك المغاربه غادي تكذب عليهم وتقول لهم دابا هاد البطاقه الا شريتيها غادي تخولك انك هي انترناسيونال، يعني تقدر تسافر برا المغرب. ويلا سافرتي برا المغرب، هو هذاك المسؤول تيعرف ان الدراري اللي امنيتهم يسافروا برا ولا شي حاجه، تيقول لهم الا سافرتوا بهادي راكم تقدروا مثلا دوز هذيك المده غادي تحرقوها، وغادي بحال اللي راك محسوب حارق، انت وصلتي تمايا ما حرقتي ما حتى شي حاجه،
فهمتي؟ يعني في شي دولة أوروبية تيقولوا ما نقدر لكم شو؟ ولكن انت يركزوا على هذوك الدراري مساكن اللي خدامين اللي على قد الحال، فهمتي؟ اللي بقى امنيتهم يمشيوا على برا باش كيتم عليهم النص. صافي، واحد النهار طلعوا واحد جوج دراري، فاش طلعوهم مشاو، الدري مسكين ومنيتو بغى يمشي لبرا بدا كيحط في الفلوس، صاحبو تيقول له بركه رد بركه تتعرف راسك شنو، كيقول له لا هي الشركه مشينا ليها يعني هو كل شيء قانوني، هي الشركه يعني السيد باغي يمشي وما مشاش في الاخر يعني ما كاين حتى شي حاجه. صافي، المره الاولى بعدا حط 4000 درهم، 4000 درهم، وهما شنو تيديرو تيحطو تيشدو المقر ديالهم مقابل مع البنكة، فهمتي؟ هما عارفين هذاك الشيء كيفاش داير، اللي يقدر هو هذاك الريسبونسابل اللي كاين تما يخرج معاك حتى البنكة، فهمتي؟ يمشي معاك. مهم، صافي، بقينا هكا كل مرة تنطلعو، كل مرة صافي فاش وصل البرد وداك الشيء صافي البنات بحال اللي كل شيء مل، مع ولاو بزاف ديال الشركات كل شيء كيتنافس، حيت فاش كنا كنخرجوا حنا شي 5 شركات هكا كل واحد فين عنده المقر ديالو. صافي البنات بداو كيخرجوا. صافي انا البنت اللي كانت معايا قبل ما نخرجوا انايا كنا واحد النهار ما خدامينش، يعني كنا ما كنخدموش بالجمعه. صافي ما خدامينش، هذاك الولد اللي انا داير معاه علاقه قال لي انا غادي نبات اليوم هنايا. صافي قال لي راه ما غاديش نباتوا في المكتب، راه كاين الولد اللي عنده شومبر الفوق، قال لي راه غادي نباتوا عنده تمايا، راه ما كاينش مسافر مشى لدارهم. قلت له واخا. المهم انا فاش كنت يعني كندخل معاه البيرو يعني كنت ديما كنحس براسي اي حاجه كتوقع كنحس بيها، حتى يعني كنحس. هذاك النهار فاش دخلت حسيت غير انني دخلت، ولكن واحد شويه ما بقيت كنحس بحتى شي حاجه حتى الصباح. يعني ما فهمتش، يعني سربك شي حاجه هذا؟ حيت فاش كنت انا كندخل معاه للمكتب فين كنا كنباتو كنت كنحس، ولكن فاش هذاك النهار فاش بدنا تما ما حاساش حتى الصباح، حتى فاش فقت صافي يعني ما حسيتش امتى نعاس شنو درت ما عارفاش كاع. صافي فاش فقت مع الصباح صافي لبسنا حوايجنا وداك الشيء، يعني الولد فجأة كيلقى واحد حشاك واحد السروال مخبي فيه الدم. هذاك الولد فاش لقى مشى كيقول هالبنات اللي كاينين تما ومرات مونشي، بدا كلشي كيقول ليهم. جا عندي انا قال لي واش وقعت لك شي حاجه؟ قلت له لا. ويجبدوا ليا فاش جبد لي اللي زعما راك ما لقيتيش بنت. قلت له لا ما كاين حتى شي حاجه. صافي عيطات علي منات الشي، عيطات عليا قالت لي واش حسيتي البارح بشي حاجه؟ قلت ليها لا. قالت لي وهاد السروال شنو كيدل؟ قلت لها ما عرفتش. قالت لي دونك راه صافي راه ضحك عليك، بقاك كل مره تيستغلك كل مره حتى وصل لهداك الشيء اللي باغي. صافي فاش مشيت عندو تنقول له شنو هاد الشيء، كيقول لي راه غير عفت، غير البارح فاش رعفت مسحت في سروالي وداك الشيء علاش. صافي بدا كيحلف لي وداك الشيء شويه، كيقول لي واش انا موعدك بالزواج، راه واخا توقع حتى اللي وقعت راه يعني انا راه متحملك، يعني انا راني غادي نتزوج بيك. فبقيت معاه صافي شويه بداو البنات كيخرجوا، بداو كلشي البنات كيخرجوا كلشي كيخرج. هذيك صاحبتي اللي مشات معايا تبلات بزاف، صافي تبعات البنات كلهم خرجوا، صافي ولاو كيصاروخ يعني تبعوا واحد الطريق. انا بقيت كنبات بوحديتي بقيت كنبات، والولد واحد الولد اللي زعما هو كان ناقدني، يعني ما كانش كيقول لي بعدي من البنات عندك التبلاي عندك هادي يعني بقى حارس عليا. صافي باش بقيت غير انا بوحديتي، وليت كنخرج غير انا بوحديتي، يعني انا اللي كنمشي نخدم انا وهذاك الولد بوحديتنا، كلشي مشى ليهم حتى واحد ما بقى. صافي ما بقاتش بحال الشركه، ما بقاتش كتدخل بزاف في البرد، كلشي مشى. الولد قال لي جا عندي هذا اللي دايره معاه علاقه، قال لي شوفي، قال لي دابا قال لي اجي يلا معايا للدار باش مع كل مره بديت كنقول له راه طرات شي حاجه، يعني طرات شي حاجه، بدا كيقول لي اجي يلا معايا عند الوالده ديالي غادي تشوفك وتعرف عليك باش نتزوجوا. صافي مشيت معاه
مشيت معاه ساليت الخدمة، مشيت معاه جداني حتى هو خرج من الخدمة ومشى خدم خدمة واحدة أخرى. صافي قال لي انتي خاصك تخرجي. مشيت عند مو تلاقيت معاها في الدار، هدرت معاها وداكشي. صافي رجعت، فاش رجعني صافي فاش رجعني شنو درت؟ قلت له، قال لي الولد، قال لي بديت كنخدم ولا داك المون الشركه ولا حاضيني بزاف، حيت بحال لي انا اللي بقيت ليه بوحديتي، كل شيء هرب عليه بقيت لي غير انا بوحديتي. بدا كيطمعني، بدا كيقول لي شوفي دابا هما مشاو عليا، هما ما صبروش على رزقهم، انت شوفي انا غادي ندير لك واحد الصالير عمرك حلمتي بيه، غادي نصيفط له لوالديك الفلوس، غادي نبرعك. هو ومراته بقاو كل مره تيقولوا لي هكاك بحال لي ولاو حاضيني، ما عنديش كيفاش غادي ندير. صافي بالليل جا عندي الولد، حيتاش هاد الولد وهذا اللي كنت دايره معاه علاقه هما صحاب، جا عندي الولد قال لي شوفي غادي، راه قال لك هذاك السيد غادي تجمعي حوايجك ومع الصباح غادي نخرجوهم بكري. المهم صافي جمعت حوايجي، جمعتهم وكل شيء، خرجتهم. هو هاد الولد جا عندي مع 6 الصباح، خرج لي الحوايج كاملين، خرجهم ليا. جا عندو الاخر دا الحوايج في الطوموبيل صافي ومشى، وانا مع الصباح يعني فقت عادي. صافي قديت حوايجي وداكشي على اساس راني غادي خدامه. مشيت انا والولد، مشينا البلاصه اللي دم الفن ديما تنجلسو فيها تنوقفو فيها. فاش وقفنا درت راسي راه انا هو جا، هذاك المسؤول جا للقهوه فين تيجلس يبقى حاضينا، شافني راني خدامه صافي مشى. انا غير حسيت بيه. صافي مشى الولد قال لي غادي تدخلي في واحد الزنقه، غادي تلقي هذاك تكونوا السيد مراقب راه بينكم كيتسنى. فاش تكونوا خدامين، مو الشركة اللي تلقى مراقبكم. مو الشركة تيجلس واحد القهوة معروفة تمايا، تيبقى جالس فيها تما ديما، وواحد اللي خدام معاه تيبقى في واحد البلاصة واحدة أخرى، كيبقاو حاضينك حتى إلا مشيتي مع شي واحد وتعطلتي معاه تيخافوا على أساس أنك تمشي مثلا تمشي الدور معاه ولا شي بلاصة وداك الشيء، وفي الآخر ما ديه ما والو فهمتي. صافي صافي انا في بعدا في دوك الايامات اللي كنت كنخدم، وليت مره مره بحال هكا بحال غير تنمشي معاهم تناخد الفلوس وكنقول لهم ما بغاوش يطلعوا معايا، بقيت ديما تندير هكاك. صافي فاش الولد قال لي شوفي، قال لي راه هو دابا مشى. صافي سي انتي سلتي دخلي في واحد الزنقه، غتلقاي هذاك الانسان راه كيتسنى فيك باش تمشي معاه غيوصلك لداركم. صافي داكشي اللي درت، مشيت لقيت الولد كيتسناني، اداني للطاكسيات، حط لي حوايجي، خلص لي مون طاكسي، قال لي صافي سيري لداركم وانا هاد السيمانه غادي نجي نخطبك. صافي هذاك المسؤول صونع عليا، بدا كيقول لي عافاك رجعي، وانا شنو قلت لك وهذا، وبدا كيصوني على الولد كيقول له انت بسببك البنت هربات وهي اللي بقات ليا، كيقول له الا ما رجعتش البنت غير تنسى بلا ما ترجع، حيت هذاك الولد ما كانش حتى هو كيسكن في ديك المدينه، كان كيسكن في مدينه واحده اخرى. مهم الولد فاش هضرت معاه الولد قال لي انا ما مهم انتي خاصك تمشي ما تبقيش معاه، حيت غيبقى مستغلك، بقيتي لي غير انتي بوحديتك. صافي سيري. صافي مشيت للدار، فاش مشيت بقيت هذاك السيد كنهضر معاه. دازت واحد المهم مشى 15 يوم هكاك، صيفط امه، جات امه عندنا، انا بقيت كنقول للدار. هذيك بعد هذيك الفتره مره كنصيفط للدار. ماما قالت لي زعما واش هاد الخدمه خدمتيها ما درتي منها حتى شي حاجه، انا دوك الفلوس كلهم اللي كنت كنشد كلهم كنت كنشريهم في الحق، كنشريهم حوايج، كلهم كنت كنشريهم حوايج. كنت كنكذب على ماما، كنقول ليها راه دابا هو راه قال لي غير سيري انا غدوز واحد البنطه غادي نصيفط لك الفلوس، راني كنتسنى. صافي هذاك السيد جاب امه، جات امه غير بوحديتها، جات هضرات مع الدار وكل شيء. صافي فاش هضرات مع الدار وكل شيء على اساس زعما راه غادي بحال اللي جات غير تعارف مع دارنا ومن بعد غادي يجيو يديروا خطوبه. انا فاش كنت هذيك الساعه فاش هو عرفني على امه، كنت شفت واحد البنت ساكنه واحد معاهم في العماره، تلاقيت معاها. صافي ما ديت ما جاش بنت، تلاقينا في الدروج وصافي. دابا هو فاش جا صيفط امه وكل شيء، انا في هذيك الفتره اللي انا يا رجعت للدار خدمت واحد الخدمه. فاش خدمت واحد الخدمه هكا تنديباني بيها، هو بقى كيهضر معايا. امو فاش كتبدا تهضر معايا كتقول لي امو، كتقول لي شوفي انت دابا باغيه تزوجي بولدي، وهو كيقول لي واش انت باغيه تزوجي بيا، كنقول له اه، كيقول لي ولكن ديري في بالك حنا راه عندنا الطريطه ديال الدار، يعني الا تزوجنا راه خاصك تعاونينا في الطريطه ديال الدار، الا كنا حنا غنسكنوا مع دارنا ضروري خصنا نخلصوا معاهم، يعني ضروري انت خاصك تخدمي. انا بحال اللي كنت كنفكر انني راه ما
يعني ما بقيتش بنت، راه خصني نلصق بيه بأي طريقة، بأي طريقة خصني نلصق فيه. بقيت كنقول له اه واخا غادي نخدم وندير اي حاجة، المهم نتزوجو. دازت واحد المدة صافي، مو ولات ما بقاتش كتبغي تهضر، صافي مو بحال اللي بلوكاتني، ما بقاش كتهضر معايا. هو بدا كينقص شويه بشويه، واحد النهار في الفيسبوك داير انه تخطب بيمن بهذيك البنت اللي تلاقيت معاها في الدروج. صاحبتك لا اللي تعرفي، لا ماشي صح، اللي تعرفي اللي كانت تسكمي، لا ماشي اللي كانت كتكمي، حتى انا فاش كنت مشيت عندهم لدارهم نتعرف على امه، كنت لقيت مع واحد البنت عندهم في العماره جارتهم. هذيك البنت يعني شفتها انا، تلاقيت معاها هكا شفتها، وداك الشيء هو اللي خطبها. صافي فاش بديت كنقول له شنو هذا الشيء وداك الشيء، قال لي راني خطبتها، قال لي بنت مده وانا كنعرفها وبنت جيراننا راني خطبتها. قلت له انا، قال لي واش انا غادي نمشي نتزوج بك انت، قال لي انت اللي سلم زعما اللي كنتي كتباتي معايا، ما كتخافي ما حتى شي حاجه، اللي كتعيشي معايا بحال الراجل ومراته، ما عمرك قلتي لي لا. قال لي غنمشي نتزوج بك، راه هادي مستحيل. قال لي كنتي ساكنه مع الدراري والبنات هكا يشربوا داكشي، غنمشي نتزوج بوحده بنت الزنقه، قال لي عمرك تحلمي بيها. المهم صافي بلوكاني بلوكاني، دخلت عند البنت كنهضر معاها وداكشي، قالت لي المهم اختي راه خطبني وانا مده وانا دايره معاها علاقه. صافي صافي مرضت واحد الايامات صافي ونسيت، صافي المهم نسيت. بقيت خدامه انا هذيك الخدمه، يعني ديك الخدمه يعني كان فيها خير ليا، انني تعلمت بزاف د الحوايج وداك الشيء. المهم خدمت واحد الخدمه، بقيت خدامه فيها لحد الان، دابا مازال فيها من هذيك المده، بقيت خدامه فيها، بقيت كنتعلم هكاك، قريت على هاد الخدمه، بديت كنقرا وداك الشيء. صافي انا ديك الخدمه اللي كنت خدامه فيها ما غنبقاش في هذيك المدينه ديالنا، بحال غادي نجي لمدينه واحده اخرى. فجيت واحد المدينه واحده اخرى، كتكون شي فورماسيون ولا شي، ما كنتش المره الاولى زعما تنخرج، ما كانوش عندي صحاباتي، ولكن فاش بديت كنلقى شي فورماسيون كاينه ولا شي حاجه كنمشي ليها، بديت كنتعرف على البنات، كنمشي مجموعين هكا انا والبنات وداكشي. تعرفت على البنات، بدينا كنخرجوا نمشيو للقهوه ولا شي بلاصه، كيتبعنا شي حد، فاش كيتبعنا شي حد كنقولوا انا نطلعوا معاه غير نضحكوا شويه. فاش بدينا كنطلعوا مع شي واحد هكايا شويه، بدينا كنزعمو مثلا شي واحد غنطلعو معاه ضروري خاصو يعطينا الفلوس، ما نطلعوش بلاش. صافي لقيت انا يا انا هذيك هذاك الشيء زوين، يعني عاجبني، تنمشي تنجيب الفلوس وتنجي بلا عازم بالمقابل، تمشي تطلع معاه بالمقابل. اه بالمقابل، المره الاولى ما كانش بالمقابل، ولكن فاش بدينا كل مره كل مره ولا بالمقابل شوية، أنا بديت كنبعد من البنات، كنخرج معاهم مرة مرة، ولكن بديت كنخرج بوحديتي بوحديتي كنخرج. صافي فاش كنتلاقى هكايا مع شي واحد كنخرج معاه، كيعطيني الفلوس، عاجبني الحال. بقيت كل مرة هكا، كل مرة كل مرة تلاقيت مع واحد الشخص، هذاك الشخص اللي تلاقيت معاه كان هو مزوج ومطلق جوج مرات وعنده وليد. فاش تلاقيت معاه هو عايش في كندا، عطاني النمرة ديالو، ما عمرني تلاقيت معاه، بقينا كنهضرو غير في التليفون، بقينا كنهضرو في التليفون. هو يمشى عاود رجع، مدة ما بقى هضر معايا، فاش عاود رجع، ولكن هذيك المدة اللي ما كيهضرش معايا انا يوميا تنخرج، يعني تنخرج تنجيب الفلوس. فاش اول مرة غنتلاقى انا وياه مشينا للقهوة، فاش جا مشينا للقهوة هكا جاب لي كادو، بقينا جالسين شويه ولا قال لي يلا تمشي. انا فاش طلعت معاه في الطوموبيله كيبانوا لي بزاف الوراق، بقى في داك الحب ديال انني خصني نقلب، حيت هذا عنده طوموبيل زوينه وداك الشيء، غيكون بغيت نعرف فاش خدام وداك الشيء. المهم شويه قال لي غتمشي معايا للفيلا، قلت له واخا نمشي معاك. مشيت معاه، فاش مشيت معاه لقيت عاوتاني عنده بزاف الوراق، بديت كنقلب فيهم، بديت كنقلب، كنلقى السيد لاباس عليه، كنلقى السيد لاباس عليه، عندهم املاك، مو شكون يعني، هو معروف يعني، هو شي شخص يعني معروف. صافي صافي قلت صافي هذا يعني، هذه هي ضربتي، انني فهمتي غندير، خاصني ندير لاباس من هذا، خاصني ندير شي حاجه. صافي يعني صافي وليت معاه على علاقه حتى هويا،
ولا مثلا فاش كنمشي معاه نمشي نمشي مدينة ندورو ولا نسافر ولا شي حاجة، فاش كندخلو مثلا نقدروا مثلا انايا في الويكاند ما خدامات غنمشي انا وياه لشي بلاصة نرجعو نقول له انا عيانة خصني نمشي للدار، يقول لي واش كاينه شي حاجه بدون مقابل. دابا مشيتي معايا غديتك درنا شريت لك اللي بغيتي وترجعي لداركم هكاك، ضروري خصك تمشي معايا للدار. صافي تمشي معاه، بقيت هكاك هكاك واحد لي واحد هذيك السيمانه اللي غادي نتلاقى معاه. مشيت تلاقيت معاه، جيت دازت شي يومين عيط عليا واحد الواحد، كنت واحد الواحد كان غير صديق ديالنا مع دوك البنات اللي كان كيعرف، عيط عليا قال لي واش صحاباتك فين مشاو، قلت له راه مابقاوش هنايا راه مشاو برا، راه بقيت غير انايا. قال لي واش نتلاقاو، هو كانت عنده علاقه بصاحبتي، قال لي واش نقدروا نتلاقاو نمشيو شي قهيوه، قلت له واخا. مشيت معاه، فاش مشيت معاه ما دانيش القهوه، مشينا نيشان للدار، حتى انا ما قلتش له الا مشيت معاه. فاش مشيت معاه تخيل، صافي اول مره، كانت هذيك اول مره واخر مره يعني، ما مشينا لا قهوه لا حتى شي حاجه، صافي غير وصلت مشيت معاه للدار. جينا دازت هذوك الايامات، بديت كنحس بالدوخه، بديت كنحس بالترويعه. المهم صافي لا غير قلت طلعت عليا، ما صافي وليت خايفه شويه وانا انا ما شكيتش، ما حيتاش انا ما عارفاش معاه من بعد في هذوك الجوج، حيتاش كانوا يعني هما الاخرين ما عارفاش شكون. مشيت عند هذا السيد اللي انا بيه بعلاقه، مشيت عنده قلت له انا كنحس بالدوخه وراني مريضه وفي الدار الا داروا المرقه ولا شي حاجه ما تنقدر. قال لي ما غيكونش غتكوني غاده راك شي حاجه ولا داك الشيء، هذاك اللي لبس انا عليه. غنديك غادي نديك عند الطبيب. شويه كنقول له هادشي راه بزاف، تيقول لي شوفي اجي عندي. كنمشي عنده الفيلا، تخيل كتكون الخدامه ديالو وكل شيء، الخدامه ديالو كتبقى دير ليه، كتبقى تطلب لي العشوب وداك الشيء. صافي كنشوف كنقول لها راني مازال مريضه، صافي كنطلع اللي بيت عنده الفوق تنعس. صافي قال لي شوفي، قال لي انا غادي نجيب لك طبيب غادي يجي عندك حتى لتما حتى الفيلا وغادي يقلبك. بقيت كنتسنى نتسنى ما جا حتى شي حد. شوية عاوتاني كيصوني عليا كيقول لي شوفي أنا راه شديت لك رونديفو غادي تمشي عند الطبيبة. فاش كنتصل كنلقى هو أصلا ما شاد لي لا رونديفو ولا حتى شي حاجة، ما شاد لي والو غير تيكدب. صافي مشيت أنا درت تيست ديال الحمل، كنت غادي حاملة. مشيت عندو، فاش مشيت عندو قلت له شو، قلت له أنا راني حاملة. قال لي كيفاش حاملة، قلت له أنا راني حاملة دابا شنو غادي ندير. قال لي شوفي ما تخافيش انا غادي نقلب كيفاش غادي تطيحيه. قلت له راه ضروري، راه ما خصنيش نخليه، ضروري خصني ندير شي حاجه. قال لي ما تخافيش. عاوتاني كيبقى يكتب عليا، تيقول لي راني شديت لك واحد الموعد وهكا وهكا. فاش كنقول له انا مشي انا وياك، تيقول لي انا ما خصنيش نبان، يقول لي انا ما خصنيش نبان كاع، انا معروف في هاد المدينه ما خصنيش نبان كاع. نقول له مشيو لشي بلاصه، تيقول لي لا. فاش انا مشيت بقيت كنقلب حتى لقيت كاين غادي نمشي نحايد، فاش كنقول له تمشي معايا كيقول لي لا، كيقول لي سيري بوحديتك. بديت كنصوني عليه تنقول له دابا عطيني غير الفلوس، عطيني غير الفلوس باش نمشي نحايد. المهم بقيت كل النهار في النهار، نهار واحد ما عرفت شحال من ابيل كان، شحال من ابيل كان بقى نصوني والو ما كيجاوبش. صافي انا كنعرف واحد السيد، هذاك السيد كنعرفو خدام بحال الخدمة ديالي يعني، متقرب عليا بزاف. مشيت عندو عاودت له، يعني خدام بحال هاد الخدمة اللي أنا خدامة دابا حاليا. مهم مشيت عندو قلت له أجي غادي نقول لك، حتى هو يعني قريب ليا تنعاود ليه وكل شيء. قلت له شوف، قلت له راه كاين وها كاين. قال لي فاش كنت كنقولها لك، كنت كنقول لك هذا راه غادي يدير لك شي حاجه، وكنت كنصحك. قلت له دابا صافي، حتى هو في البدايه كان كيقول لي هذا راه غيدير لك شي حاجه. قلت له دابا صافي اللي عطى الله عطاه، دابا انا شنو غندير. صافي ولا كيركبني في الطوموبيل كنمشيو عنده للفيلا، كنبقاو لاصقين ليه تما، كنبقاو لاصقين تمايا. كيمشي شي قهوه كنلصقو عليه، بقيت هكاك حتى عطاني الفلوس. فاش عطاني الفلوس صافي خديتهم مشيت، عطاني 5000 درهم، عطاني 5000 درهم وما قدرتنيش، حيت انا غير باش كنت كنمشي من مدينه لمدينه ب 1000 درهم.
صافي مشيت عند واحد السيد، قلت له عافاك راني عندي شي شغل في واحد المدينة، واش تقدر ديري الطوموبيلة ديالك؟ قال لي غتعطيني 1000 درهم. قلت له ماشي مشكل. صافي مشيت عند هذيك السيدة، دارت لي التلفاز وكلشي، قالت لي بصحة هاملة، قالت لي المهم دابا غادي تعاودي ترجعي. عطاتني واحد الدواء، قالت لي غديريه سيمانة كاملة وتعاودي ترجعي عندي. صافي انا مشيت هذيك السيمانة، عاوتاني السيد درت معاه، صافي مشيت عاوتاني. فاش كنت كانت ما كيجيني هذاك الوحام وداك الشيء، كنحس كنت كنعيط غير على داك السيد مثلا اللي تشهيته، كنمشي ناكلها وكيرجعني. وفي الدار كنبقى صديق حوت هذاك السيد، صديق كان كيديني كيقولي شنو بغيتي شنو مشاهية، كان كيديني كناكل كيجيبني. صافي كان كيبقى معايا هكاك، ما خلانيش، خلاني ندير شي حاجة. صافي قالي دابا اللي عطا الله عطا. صافي دازت هذيك السيمانة، بقيت كندير هذاك الدواء اللي قالت لي السيدة. فاش درتو عاودت رجعت عندها، عاودت هضرت مع السيد، قلت له غادي ديني داني. فاش داني مشيت عندها، دارت التلفازة، قالت لي دابا غنقول لك واحد الحاجة. قالت لي راني مال السيمانة اللي فاتت ما كنتش بغيت نقول لك، خصك لا تبدلي الرأي ديالك. قالت لي راك عندك تويميين، عندك جوج، قالت لي عندك جوج تويميين ولكن راهم ما غيعيشوش. قالت لي حيتاش حتى الى عاش يقدروا يعيشوا يعني بشي اعاقه. قالت لي حيتاش خرجت عليهم بالدواء اللي كنت كتشربي، حيتاش انا كنت كنشرب اي عشوب، قالوا لي اي حاجه، اي دواء، اي حاجه باش نطيح يعني. فهمت، خرجت بقيت كل في النهار كنقاري كنشرب اي حاجه جات يقولوها لي. صافي قلت لها عافاك، قلت لها دابا غتزيدي تمرضيني، علاش غتقولي لي عندك جوج ولا شي حاجه؟ قلت لها صافي ما كنتيش تقولي لي باش ما تمرضينيش. صافي المهم بقيت معاها حتى لشي 3، حيت كان داكشي يعني لقات هي اصلا لقات صعوبه باش تحيد لي. المهم صافي فاش كملات، قالت لي المهم هاد الدواء غادي تاخدي باش يحبس لك شويه النزيف. قلت لي المهم سيري. صافي انا ركبت مع السيد، انا السيد جايه معاه وخايفة نقول له، مع شافني هكاك رجعت اللور ديال الطوموبيله وناعسه، قال لي عافاك بغيت نسولك، قال لي دخلتي في شكل ودابا خارجه في شكل، بغيت نسولك. قلت له راني غير مريضه، قلت له عافاك راني غير مريضه بلا ما تسول، المهم غير وصلني. صافي فاش وصلني جيت وبلغت خدامه، يعني مشيت لحد ولحد باش دير ليا تحيدو ليا يعني غدوبل، حيتاش بالحد ما كايناش الخدمه. صافي جيت حاسك ناموسية عمرات عندي بالدم كل شيء، وانا صابرة خاصنيش نبين يعني. هذيك الفترة كان خاصني ارتاح، حيتي انا اللي مرتاحش ما حيتشم. جيت كنلقى فاس نعست مع الصباح، فقت كنلقى دمايات وداك الشيء. نقفوا شحال كانت عندك مش عارف اش حيتي؟ يمكن كانت عندي شي شهرين هكاك. صافي فاش سميت، فاش جيت الناموسية حاشاك عامر الدم وداك الشيء، فقت مع الصباح نهار الاثنين مشيت للخدمة، وكنحس راسي غي تنقاوم غي تنقاوم باش ما نبينش لشي واحد راني محيدة. صافي بقيت هكاك. هو ما بقاش كيهضر معايا كاع، حتى دازت شهرين ولا 3 شهور باش يهضر معايا. صافي هضر معايا، قال لي غنتلاقاو. فاش قال لي غادي نتلاقاو، قبل بعدا فاش حيدتهم صيفط ليه ميساج قلت له راني حيدتهم ودابا ذنوبي ذنوب هادو، حيت ماشي غير واحد، هادوك راه جوج يعني، اختي الذنب انا وانت. صافي قال لي ما تخافيش وهذا، وانا ما كنتش بغيتك تحيديهم وانت زربتي. قلت له كيفاش نزرب؟ باش نزيد نغرق راسي، تلقى راسي ما نقدرش نحيدهم. قلت له انت ما عطيتيني حتى شي حاجه. قال لي انا كنت غادي نقول لك سيري لداركم هضري معاهم ونتزوج بك وانت تسرعتي. المهم قال لي نتلاقى. فاش مشيت نتلاقى حاشاك انا باقا مريضه وباغا يمارس معايا عاوتاني. صافي جيت كرهتو. صافي جيت هذيك شي 3 شهور هكاك ولا شهرين ما بقيتش هضرت معاه. صافي حتى لواحد النهار عاود هضر معايا، قال لي نمشي نتلاقاو. مشيت تلاقيت معاه، صافي عاوتاني بديت كنبكي. قلت له انت السبابي في هادشي، حرام عليك كون دابا تزوجتي بيك وراك سترتيني وسترتي هادوك الوليدات، شنو ذنبهم؟ قال لي شوفي، قلت له انا راه ما كنعس، هادشي راه عقدني. قال لي شوفي انت دابا غادي نتزوج بيك،
كنقول دابا واخا غتبغيها ما نزوجش بيك صافي، دابا كرهتك انا هاديك صافي. انا تخيل هاديك الفترة واش ربي بغى يعاقبني، تخيل فين ما كنخرج كيبانوا لي واحد جوج وليدات باقا صغارين، توامي توام، فين ما كنخرج كيبانوا لي دوك جوج ولاد، فين ما كنخرج كيبانوا لي صافي، عشاني كل مرة كنزيد كنمرض، فين ما كنتلاقى دوك الوليدات كانوا باقا صغارين، فين ما كنتلاقى كنقول ربي هو كيعاقبني، هما كيضربوا ليا في الطريق باش نشوفهم، باش كيفكرني شنو درت. بقيت هكاك صافي، رجعت عاوتاني، هو فاش بدا كيعاتبني كيقول لي انت فاش كنتي كتمارسي معايا علاش ما كنتيش كتشربي الدواء، قلت له انا ما كنتش عارفه، كيقول لي انت السبب، هذيك الساعه انا باش عرفتك ما شربتش الدواء ولا شي حاجه. صافي دازت واحد المده، وليت عاوتاني رجعت عاوتاني كنخرج، رجعت عاوتاني كنخرج عاوتاني بوحديتي، ماشي مع البنات غير بوحديتي. صافي واحد النهار غادي نتلاقى مع واحد السيد، انا واقفه حتى جا كيف العاده، وقف عليا عطاني نمرتو، عطيتو النمره على اساس شي واحد غادي نتلاقى معاه صافي، وغادي ولا واحد غيمشي، راه عارف انا كنقول اش وقف عليا راه عارف شنو باغي. صافي مشيت تلاقيت مع داك السيد، دار معايا نتلاقاو في العشيه، صافي مشيت تلاقيت معاه، مشينا للقهوه، التليفون ديالي بقى كل مره كيصوني شي حد، انا كنطفي التليفون. هو السيد كبير شويه، عنده 63، المهم بقى كيشوف التليفون كيصوني، قال لي بغيت غير نسولك علاش التليفون كيصوني عندك كل مره، قلت له راه غير الخدمه وداك الشيء. هو جاتو في شكل حس بلي كاينه شي حاجه، صافي بقى كيجبد معايا الهضره، تيقول لي دابا انت شحال كتجدي في هاد الخدمه اللي انت خدامه. انا ما بغيتش نقول له راه تنخدم سوايع خارجين على الخدمه ديالي، ما بغيتش نقول لي الصالير اللي كنشد، فهمتي شنو قلت له؟ قلت له انا وهذاك السيد انا اللي حملت معاه، باش كان مستغني بنقطه ضعفي هما والديا، فين ما كيقول لي حيت انا في البديه، قلت له والديا ما عندهمش وانا اللي دابا وليت خدامه عليهم، يعني راه ماما مريضه راه خصني انا اللي نصرف عليهم، ولا تيقول لي انا غنهز لك والديك، انا بحال اللي تقت وليت كنقول صافي راه هذا اللي غيهز لي والديا. صافي هاد السيد اللي دابا تعرفت معاه، صافي بقيت تلاقيت معاه، بدا كيسولني شحال كتشدي في الصالير ديالك، انا ما بغيتش نقول له، قلت له راه غير شي حاجه قليله، قلت له شي 2000 درهم هكا، كي وصلت 2500 هكا، قلت له راك عارف مع المصاريف وكنصيفط للدار وداك الشيء، قال لي شحال كتصيفط للدار، قلت له ضروري كنصيفط لهم على شي 1500 درهم، هادي ضروري تنصيفطها ليهم. قال لي وزعما كتقدم هكا وتتقدم كتشماشي، قلت لي بعض المرات كنقدر نصيفط لهم حتى 2000 درهم وتبقى لي 500 درهم. قال لي زعما كتقدك، قلت له قال لي زعما ما تتخرجي ما والو، قلت له ما نكذبش عليك، قلت له انا باش كنتحنزر قلت له تنخرج تنمشي نقلب على راسي تنجيب الفلوس تنخرج، حيت ما عندي حتى شي طريقه، قلت له تنمشي. قال لي وتتوكلي لوالديك الحرام، قال لي هكا تتوكلي والديك الحرام، قلت له لا، قلت له انا والدي سنوكلهم الحلال، يعني الشهر كامل خدمتهم حلال ووكلتهم لوالدي حلال، ولكن هذوك الفلوس قلت له انا عارفهم حرام، ولكن هذوك هما اللي كنعيش بهم انا، نشري بهم الحوايج، نشري بهم اللي خاصاني هكا، قلت له المهم كنعاون بهم راسي. قال لي دابا تخيلي، قال لي شوفي انا ندير معاك واحد الحاجه، قال لي كيف بقيت معاك ما بقيتش، كيف درنا علاقه كيف ما درناش علاقه، بغيت نقول لك واحد الحاجه، قال لي نعاونك، غادي نبقى نعطيك شهريا واحد الفلوس، قال لي ما سوقيش انا في داكشي اللي كتصيفط لداركم، ولكن غادي نبقى نعطيك واحد الشهريه، قال لي نبقى نعطيها لك، انت عاوني بها راسك وما تخرجيش للطريق، زعما ما تمشيش تقلبي على راسك واش تقدري. قلت له نقدر، قلت له ولكن واش انت غدير معايا هكا، حتى جاتني في شكل انه غير تيكذب عليا. صافي هذاك قلتي له بلا 60 عام قال لي تخيلي دابا نسي، حيت انا كنشوفه هكاك سيد كبير وداكشي وهاد الهضره، كنقول حتى غير تيكذب عليا، انا بحالي غير شاده ليه في النقر، تنقول تيقا يهضر في الاخر عارف شنو باغي.
قال لي دابا تخيلي، دابا انت قال لي غي مثلا نقولوا قال لي غي ساعة ولا ساعتين مشيتي مع واحد لواحد كان يقضى غراضه، عطاك واحد 200 درهم ولا 300 درهم، قال لي وهو مشى وانت مشيتي قال لي تخيلي تلقاي راسك مريضة بشي مرض الله يستر، قال لي عطاك بشي مرض، قال لي تخيلي قال لي شوفي ها هي 300 درهم ولا 200 درهم، قال لي على واحد الشهوة ديال ساعة ولا ساعتين قال لي خسرتي فيها حياتك كاملة، يا غير تخيليها معايا، قال لي تخيليها معايا حياتك كاملة انت خسرتيها غير على قبل 300 درهم ولا 500 درهم. قلت له رب صح، قال لي مهم، قال لي الا بغيتي انا غادي نعاونك، قال لي بدون مقابل، قال لي توقيتي معايا سوا ما بقيتيش معايا، قال لي انت بنت هكا زوينه وباقا صغيره علاش كتضيعي في راسك، قال لي خدمي على راسك، قال لي ديري شي حاجه وانا نعاونك. صافي انا ما تنديش في هضرته، ما هضرته تدخل لي ما تخرج لي ما عارفه شنو باغي، بقيت هكاك. صافي بقينا هكايا تنخرجو، تيقول لي واش نخرجو اليوم، تنخرجو تنمشيو للقهوة هنا، تيقول لي شنو تشهيتي تاكلي شنو هادي شنو هذا، شوية السيد كيعطيني فلوس دون مقابل، خاصك تجيني في شكل، كيفاش هاد السيد كيتعامل معايا هاد التعامل كله بلا ما ياخد شي حاجة؟ ما يمكنش، انا عجبني الحال ما كان ما تياخد حتى شي حاجة، ولكن باقا كنخرج مرة ما حبستش، بقى مرة تنخرج وأنا يا تناخد الفلوس باردين، ما تمحنت عليه، ما وفي نفس الوقت كنمشي نخرج كنقول صافي راه ولاو عندي يعني كنشد منه من راني سعداتي. صافي مرة بس من هو ما تيحس، بقيت مرة هكاك شوية، هو يقول لي قال لي كيقول لي علاش بدنيك خاوين هكا اجي معايا، كيشري لي طوينكات هكا ديال الذهب، كيقول لي علاش ما عندك لا خاتم لا والو، كيشري لي كيقول لي نتشهى نشوفك شي حاجه هكا زوينه. صافي السيد فاش كان كيدير معايا شي كيمشي يشري لي شي سلسله غاليه ولا شي حاجه، كنبقى مصدومه كنبقى نقول واش هذا بصح كيدير معايا هذا الشيء، هي كيقول لي الا شافو جهي الحبوب غيديني عند طبيب الجلد، يعني كنقول هذا كيفاش هاد السيد بدون مقابل. فاش كنجلس معاه تيقول لي كيقول لي واش باقا كديري شي حاجه، كنقول له لا. صافي وبحالي وليت بس ما نكذبش وليت عارفه حتى التوقيت اللي هو تيدخل فيه للدار، عارفه فهمتي عارفه وليت حافظه شويه، ولا كيتبعني تبعني يمكن شي 5 المرات هكا كل ما عرفتش، المهم بدا كيتبعني ما لقى عليا حتى شي حاجه، ما جا عندي مسكين على نيته، قال لي شوفي انا راه باش ما نكذبش عليك اللي راني تبعتك، قال لي شحال من مره وما لقيتك درتي حتى شي حاجه وعجبني الحال، اللي عجبني الحال. صافي قلت له راه ما لقيت كندير حتى شي حاجه. صافي هذيك هي اخر مره غادي ندير، انني تلاقيت مع واحد الواحد تبعني، كنت خارجه من الخدمه وتبعني، وفاش خرجت مع واحد يلا عنده يمكن شي 35 هكاك، خرجت معاه فاش تلاقيت معاه المره الاولى، خرجت انا وياه ما يعني مشينا غير القهوه هكا، مشينا للقهوه السيد قال لي كيشرب، مشينا للبواط كيشرب السيد وداك الشيء يعني السيد ما كيصحاش. صافي شويه بديت كنقول صافي خصني نبعد من هاد السيد، انا شفت الطوموبيله وتنشوف السيد وداك الشيء، صافي بحال اللي تهريت عاوتاني، قلت ارا نشوف هاد السيد شنو منو عاوتاني. صافي السيد عاوتاني بقى كيقول لي واش تبغي، السيد غادي وتهضر مع البنات، عنده عادي كيهضر مع البنات قدامي وداك الشيء، انا ما عجبنيش الحال. صافي قال لي واش تبغي ديري معايا شي علاقه، قلت له انا ما نبغيش، حيت انت ديجا يعني التليفون ديالك ما تيزقاش، انت هضر مع هاد البنت. قال لي الا تعرفتي معايا غادي نتبدل، غنحاول انني نتبدل. قلت له ان شاء الله يكون خير. المهم انا كنت واحد النهار في الدار، صافي كنت واحد النهار في الدار، صافي جيت من الخدمه جلست ويصوني عليا مع شي تشعود ومساكك، قال لي عافاك واخا تخرجي عندي نضربو غير شي دويره. صافي خرجت عنده قلت له لا راه مشى الحال وانا خدامه مع الصباع، قال لي غير نضربو غير شي دويره ونرجعو. فاش ملي جيت عنده قال لي علاش ما بغيتيش ديري معايا شي علاقه، قلت له انا يا انت يعني مبلي بالبنات وداك الشيء ما طلقش ليا، ويسد بلوك البيبان
ومشى موقف بيا توقف فيا في الغابة، توقف فيا في الغابة. هاد السيد اللي عنده 63 كان شاري لي واحد السلسلة، شراها لي، شتني من سلسلة قطعها ليا وشتني من شعري، يقول لي شكون انتي ملك الله اللي كل شي البنات كيبغاو يتعرفوا عليا، انتي علاش ما بغيتيش ديري معايا شي علاقة؟ نقول له ما بغيت. شتني من شعري بدا كيضرب فيا، بقى كيضرب فيا كيضرب فيا، والغابة كتبالك خاوية، بدا كيضرب فيا، دخلني الغابة لداخل، بقى كيضرب فيا كيضرب فيا كيضرب فيا. صافي قلت له اه، قلت له دابا انا نبغي ندير معاك شي علاقة، ولكن قلت له دابا انا جيبني للغابة، قلت له اديني شي بلاصة نمشي معاك، ولكن غير الغابة ما نبقاش فيها. كيقول لي غنباتو هنايا، والمخير في عائلتك عيط عليه دابا يفكك. صافي انا وليت كنقول واش غنبات هنايا، شو غندير، شو غيقولوا لي الدار؟ صافي حيتاش انا ما كنت ساكنه مع الدار، كنت ساكنه مع خالتي في هاد المدينه. صافي بديت كنفكر غيمشي الحال وخالتي غتبدا تعيط وداكشي، بديت خايفه شويه. بنت خالتي بدات كتعيط عليا في التليفون، طلعت يمكن شي 11:30 هكاك، بدات كتعيط عليا بنت خالتي في التليفون. صافي انا وليت خايفه، هذيك السلسله فاش قطعها لي شديت النص ديالها خشيتو في الجاكيطه. دابا هو فاش قال لي، قلت له دابا بنت خالتي كتصوني عليا، قفرتها، خصني ضروري نمشي للدار. قال لي غتكذبي عليا، قال لي غتمشي للدار وغادي تهربي وما غترجعيش عندي. قلت له شوفي دابا شنو بغيتي نخلي لك، بس انني نبرهن لك انني غنعاود نرجع عندك. قال لي غتخلي لي التليفون ديالك، قلت له صافي واخا. صافي خليت له التليفون، جابني قال لي غادي نحطني في الشارع قريب على الدار، قال لي غادي نحطك هنا، غتمشي للدار وتهضري معاهم، قولي ليهم شي كذبه، عاودي رجعي عندي، تاخدي التليفون ديالك وتمشي معايا. قلت له صافي واخا. صافي جيت كذبت عليهم في الدار، كذبت على بنت خالتي، قلت لها شوفي راه واحد البنت راه عندها صالون وداكشي، قالت لي عاونيني وداكشي، المهم انا غادي نرجع عندها. انا شويه رجع خديت الساروت، صافي مشيت كنلقى ما كاين لا طوموبيل لا حتى شي حاجه، هو هرب لي في التليفون ومشى. دابا انا شنو كنت كنفكر، لهداك السيد اللي عنده 63 غادي، حيتاش ما عرفاش نمرتو وخفت الا يصوني مع الصباح ولا يصوني عليه ولا شي حاجه ويقول له هذيك البنت راه كنعرفها، راه كتعرف راك، يعني وليت خايفه على الاخر يعرف عليا شي حاجه. صافي مشيت، ما كان عندي لا فلوس لا حتى شي حاجه، شنو درت؟ مشيت بقيت كنتسنى شويه وانا نطلب واحد السيد، قلت له عافاك واخا تعطيني نصوني في التليفون، صونيت على نمرتي كنلقاها طافيه. بقات شويه السيد كيقول لي شنو مالك، تنقول له راه غير سميتو غير واحد السيد خدام معايا وخليت عنده التليفون في الطوموبيله نسيتو دابا كنصوني عليه. صافي السيد كيقول لي شوفي راه نعطيك تصوني ولكن عندك تكوني دايره شي مشكله تخرجي عليا. كنقول لا لا راه غير تليفوني هذا اللي تنصوني فيه. فاش كنصوني عاوتاني كيجاوب يقول لي الو، كيبقى كيعايرني بشي حوايج، كيقول لي انا بقيت كنتسناك وكنتي تعطلتي عليا. انا كنقول ما تعطلتش عليك، انا راه بالزربه جيت عندك لقيتك مشيتي. تيقول لي المهم غتجي عندي لواحد البلاصه. صافي قلت له واخا. مشيت لهذيك البلاصه، مشيت عند واحد مول الحانوت حدانا، قلت له عافاك واخا تعطيني الفلوس غادي نمشي نرجع نعطيهم ليك. خديت الطاكسي مشيت، تكون هذيك الساعه شي 12 ديال الليل، الدنيا خاويه. خديت الطاكسي عاودت لمول الطاكسي، قلت له عافاك راه واحد السيد مشيت معاه وهذا، عاودت له قلت له داني الغابه وكل شيء. قال لي الحمد لله ملي ما تكرفش عليك. قلت له دابا عافاك اديني لواحد البلاصه تاني. بقينا كنتسناو نتسناو نتسناو، ما جاش، بقى معايا مون طاكسي، بقى معايا ما جاش السيد. فاش كنقول مون طاكسي عطيني نصوني، مون طاكسي خاف ما بغاش يعطيني. صافي عاوتاني هبطت من طاكسي، تلقى شي واحد دايس تنطلبو يعطيني تنصوني، تيقول لي انا رجعت البلاصه اللي كنتي فيها المره الاولى، رجعي عندي. عاودت رجعت عنده، بقينا كنتسناو ما جاش عاوتاني. صافي مول الطاكسي قال لي شوفي هذا غير تيضحك عليك، راه ما غيرجعش لك التليفون. قلت له انا ماشي، انا وليت كنفكر غير الاخر الا يمشي صوني عليه ولا شي حاجه، يعني الاخر راه تيعطيني فلوس، يعني كيفاش غادي ندير الاخر الا عرف عليا هادشي؟ شنو
صافي فكرت واحد الحاجه، بديت كنقول انا واحد النهار راني تلاقيت مع داني لواحد البوان يعني كيمشي ليه. صافي قلت انا غادي نمشي، مشيت عند من الطاكسي قلت له غديني لواحد البلاصه، مشى لقيت هذوك الفيديو اللي في الباب، قلت له واش عرفتوني؟ قال لي لا. قلت له انا راه كنجي مع واحد فلان فلاني، جيت معاه شي جوج مرات هكا. قال لي لا ما عقلتش عليه. قلت له عافاك غادي تدخل وغادي غادي تعيط لي على واحد الولد كنت عارفه سميتو حيت هو اللي كيجي عنده ديما. قلت له غادي تعيط عليه غير قول له خرج خرج عندي. صافي مشى الولد عندي، بديت كنبكي عليه قلت له عافاك راه التليفون فيه خدمتي وداك الشيء وشوف هو شنو دار ليا وداك الشيء. قال لي واش انت بقى لك غير داك الشمكار؟ صافي الفيديو فاش عرف بدا كيقول لي هذاك راه واحد الشمكار كل نهار مع بنت اللي كيحملها اللي كيدير. قال لي هذاك ما كيسواش. قال لي الحمد لله اللي ما دارش لك شي حاجه. قلت له دابا عافاك عطاني غير نمرتو نصوني عليه. صافي صافي وانا عطاني نمرتو قال لي هاكي صوني عليه بنيميرو بريفي باش ما طلعش ليه النمره. صونيت عليه قال لي منين جبتي نمرتي؟ قلت لي ماشي مهم منين جبت نمرتك، دابا رجع لي غير التليفون، خد التليفون رجع لي غير الكارت ديالك. قال لي شوفي غتمشي عندي البلاصه الفلان فلانيه اللي جينا عنده فيها المره الاولى، غادي تلقيني تما. صافي مشيت هذاك السربايه عطاني نمرتو قال لي الا عطاك التليفون صوني طمنيني. ركبت معاه من طاكسي مشينا بقينا كنتسناو عاوتاني كنتسناو كنتسناو ما جاش. صافي من طاكسي قلت له صافي يلاه وصلني للدار ما غيجيش. صافي هو يبدا عيط عليا قطع الشانطي ويلوح ليا التليفون قال لي اجي نوصلك وانا نهرب. قلت له عافاك ما توصلنيش وانا ركب في الطاكسي. وصلني الطاكسي قال لي صافي الطاكسي وصلني حتى للباب. قال لي سيري دخلي وحمد الله من اللي اليوم ما وقعتش لك شي حاجه حيت هذيك الغابه اللي داني لي خيبه. قال لي فاش ما وقع لك شي حاجه هذا راه مريض هذا. صافي وانا نصوني على الولد قلت له راه عطاني التليفون وداكشي. قال لي شوف اختي نصيحه بعدي من هذاك الدغي راه ما غاديش يليق ليك. انا بحال اللي كانت هذيك هي غتكون اخر مره غادي نخرج فيها ولا نتيق نركب مع شي واحد. صافي صافي بديت كنتقرب من هاد السيد المره الاولى كان كيجينا داك الشيء بديت كنتقرب منه بديت كنخرج معاه. مزوج وماتت ليه مراته وعنده ولادو كبارين. يعني ما مزوج هو غير مات ليه لا ما مزوج لا غير ماتت ليه مراته وولادو كبارين عنده الحفايد. المهم صافي السيد ريفي يعني السيد معقول بزاف. صافي السيد صافي بديت كنتقرب بديت كنقول واقيلا ربي بغاني نبعد من هالطريق حيت فاش طرا لي هاد الشيء وما وقع لي حتى شي حاجه خصني نحمد الله. صافي كانت هذيك هي اخر مره. صافي بقيت كنخرج مع هاد السيد فين ما كانت شي حاجه ولا نطلب شي حاجه ولا اي حاجه كيوفر عليا. صافي حل لي كونت في البنك كل شهر كيحط لي فيه واحد القطعه ديال الفلوس كل شهر تيحط لي فيه واحد القطعه ديال الفلوس. تيقول فاش كنمشيو لشي قهوه تيقول لي دابا تخيلي انت دابا مده ما درتي حتى شي حاجه. تيقول لي تخيلي دابا انت واحد شي وحده اللي عندها بروجي ديالها وخدامه عليه ويجي يوقف عليك شي واحد ويقول لك بغيت منك قال لي يلوح لك واحد 200 درهم. قال لي كيفاش غتشوف هذيك 200 درهم وانت هذاك الشيء هذوك الفلوس دابا انت اللي عندك كيفاش غتبقاي تشوف هذيك 200 درهم؟ غتقول لي سير زيدها فك نتايا. قال لي باش غتحسي انك ما كديري حتى شي حاجه يعني. قال لي نبغي نشوفك يعني نقدتي راسك. المهم المهم بقى بقيت كنقول له انا امنيتي نشري بارطمان تكون عندي واحد البارطمان ويمشي حاجه ملك ديالي. كل مره تيبقى يقول لي غادي ان شاء الله توصلي لهذا الشيء غتوصلي لهذا الشيء. صافي قال لي واش تبغي تزوجي بيا واخا انا كبير؟ قلت له اه علاش ما نتزوج بيا؟ حيت فهمتي بحالي ربيت عليه الكبده بحالي عمر لي واحد الفراغ يعني كنحس راسي بلي بغيت توفر عليا تهيت شي حاجه بغيت نسافر يعني ولا السيد بحال جزء مني. قال لي واش والديك يبغيو زعما يبغيو انك تزوجي بواحد كبر منك؟ قلت له اه. قلت له واخا المره الاولى ما غيبغيوش نقنعهم هو عائلته خواتاته وداك الشيء ما بغاوش حيت قالوا له بنت باقا صغيره طبعا غطمع فيك. صافي صافي انا والديا بقيت هو فاش بدا يبغى يهضر معايا قال لي غادي نجيك نيشان. يعني ما نكذبش عليك انا مرضت ودرت عمليه ما كنولدش يعني ما عمرك تولدي معايا.
قال لي ما عمرك غادي تولدي معايا. قلت له ماشي مشكل، ولكن ما عمرني عودت له على الحمل ديالي وشنو طرالي. ما عمرني عودت لي. قال لي واش قابله؟ قلت له انا قابله. قال لي واحد، ولكن كاين واحد الشرط. قال لي انا باش ما غنحرمكش ما عندكش معايا الولاد. قال لي امنيتك كانت تكون عندك بارطمان، انا غادي ندير لك بارطمان غتكون مكتوبه بسميتك. اللي بغيتي تكريها كريها، بغيتي تسكني فيها سكني فيها، المهم تكون عندك شي حاجة. وتاني حاجة غادي ندير لك مشروع اللي بغيتي غادي نديرو ليك. قال لي باش انا الا مت يعني ما يجيوش ولادي غادي يلوحوك الزنقة وانت ما عندك حتى شي حاجة يعني. وقال لي ولادي غيديروها. قال لي المهم انا غادي نموت وانا مصفي رقبتي يعني نكون ضمنت لك المستقبل ديالك صافي. المهم دار لي واحد البارطمان سكن اقتصادي مشروع. قال لي اختاري اي مشروع بغيتي. انا قلت له هذا المشروع اللي بغيت، انا عندي واحد المشروع اللي كيفهم فيه الاب ديالي، بس الاب ديالي قلت له غنخلي ليه واحد المشروع انه يعني هو اللي غيصرف منه على الدار، يعني هذاك المشروع هو اللي غادي يولي خدام عليه وتيصرف به بالدار. المهم دار لي واحد المشروع، دار لي واحد القهوه صافي يعني دارنا مستغلينا. هذاك المصروف دي اللي كتدخل القهوه هو اللي دارنا عايشين به. المهم قلت الحمد لله صافي. خويا النهار اللي هو قال لي انا ما عمرني غنسولك على الماضي ديالك ولا كيفاش ما بقيتيش بنت ولا كيفاش، حتى ما عمرني غنسولك. قال لي حنا دابا يعني غنبداو من جديد، ما عمرني غنسولك على شي حاجه. قال لي انا تبعتك ولقيتك ما كديري حتى شي حاجه وعجبني الحال صافي. صافي بقينا هكاك، انا بقيت دارنا كل مره تنبقى ندخلي من ديك الفكره ديال يلا الولاد الربي. حيت ماما المرة الأولى ما كانوا عارفين بأنه ما كيولد صافي، ما هما ما كانوا عارفين، هو ما قالش ليهم بحال أنا اللي كان خصني نقول ليهم صافي. أنا يا بقيت كنقول واحد ياك هما اللي سمعنا بحالها، شكون اللي عجبها هاد الدار يعني واخا غتربي ماشي بحال ولدك من كرشك وداكشي. كنقول ليهم أنا ما كنقول ليهم حتى إلا ربيت صافي. فاش كنبغي ندير واحد الخطوة وخا والديا ما بغاوش، فاش كنبغي انا ندير هو تيقول لي واش بغيتي تربي، كنقول له اه. فاش كنبغيو نمشي واننا نربي وما كنقدرش ما ترجع ما تنبغيش ما بغيتش، كنقول له لا صافي ما بغيتش، حيت واخا كنبغي ندير واحد الخطوة ما تنبغيش كاع. المهم صافي واحد صاحبتي كانت زوجات قبل مني وحملات في الفترة اللي حملت انا فيها، يعني بنتها دابا قد هاد الولاد اللي انا كانوا غيكونوا عندي. صاحبتي كنهضر معاها غير في التليفون وما عمرني كنمشي عندها باش ما نشوفش بنتها، حيت كنخاف لا نتفكر ولا شي حاجه صافي. لقيت هكاك دابا هو ما عرفتش كيفاش انني غادي دابا استغربت انني هو مهلي فيا، ما مخصني حتى شي حاجه، موفر ليا كل شيء، وما ديما تعيط عليا بنتي ديما. المره الاولى ما كنتش كرهتها، يعني المره الاولى فاش كنت كنخرج انا وياه وكيدير شي حوايج مثلا غير مشينا لشي بلاصه وبقى كيتسناني، وجيت كيقولي مثلا كيقولي شي واحد راه باباك بقى كيتسنى فيك فهمتي، يبقى يقولي انا ما تعجبنيش كنحشم ما كنرضاش. كنبقى نقول علاش يقول بحال هكا، مثلا غنمشيو لشي بلاصه ابسط الحوايج كتبقى تقول لي شي بنت وسعداتك بابا كيمشي يجيب لك الحوايج ومشى كيقلب على داك السروال باش يجيبو لك، وهذا تنبقى نقول لك تقول الله يخليه لك الله يخلي لك الوليد ديالك سعداتك. ما كنحملش راسي، تنبقى نقول علاش بحال هكا، يا ما رضاش نقول لي مرا راجلي. فاش وصلت لواحد فزاد التعامل معايا ابسط الحوايج، دابا احنا طالعين في عامين بعد تزوجنا، عمرني في حياتي ما طيبت. تخيل الى تشهيت غير شي حاجه غنمشي ناكل على برا وهو تيطيب، يقول لي انا يكفي انني نشوفك ضاحكه ونشوفك جالسه حدايا انا هادشي اللي بغيت انايا. يقول لي ما طيبي ما ديري حتى شي حاجه غير جلسي اللي بغيتي انا نجيب لك. مهم صافي انا طلعت الصداع بيناتنا على هاد الخدمه اللي خدامه انا دابا، يعني من 2017 لدابا خدامه انا واحد الخدمه ما قدرتش انني
كنقول له، كيقول لي كتجي منها مع الصبا وداك الشيء، كنقول له واخا نجي مع الصبا ولا شي حاجه، كنقول له هاد الخدمه خاصني نكملها، خاصني نكمل. كنقول لي هاد الخدمه حيت بعض المرات كنقول قدر ربي صيفط لي هاد الخدمه باش نسي فيها شويه. صافي لقيت هكاك، يقول لي انا بغيتك تحيدي من هاد الخدمه، بغيتك تحيدي من الخدمه. كنقول له الا هاد الخدمه عافاك، الا هاد الخدمه ما نحيدش منها. ولكن دابا هاد السيد تعامله زوين معايا، زوين زوين بزاف، لدرجة ما إلا درت شي حاجة اللي خيبة هكا معاه، ما عمرو تيجي عندي ويعيرني ويقول لي هدرتي ودرتي. كيخلي حتى كدوز واحد المدة يجي عندي كيقول لي عقلتي داك النهار شنو درتي، ما بغيتش نعاود نشوفك درتي شي حاجة خيبة. يقول لي انا بغيت نشوفك احسن مني، كيبغي يقول لي انا بغيتك نشوفك احسن من اي واحد، بغيتك نزيد نوصلك لشي حوايج. ودابا هاد الولاد اللي كنت كنتلاقى معاهم فاش كنت، الولاد التوينيين فاش كنت كنتلاقى معاهم هاد العام، تخيل ربي عاوتاني بقى يفكرني عاوتاني فيهم. تخيل الخدمة اللي خدامة انا فيها، جاو هاد الولاد لعندنا. ودابا كنشوف بحال لي فاش كنت يلا درت الإجهاد كنت كنتلاقى معاهم ديما، وكنت كنمرض ودازت مدة ما عاودش تلاقيت معاهم. ودابا فاش هاد العام جاو عندي في نفس الخدمة اللي خدامة انا فيها، جاو هادوك الوليدات. بحال دابا كنشوفهم يوميا يوميا، كنشوفهم وعاوتاني بحال اللي كنحس عاوتاني واش ربي بغا يعاقبني بدوك جوج وليدات، يبقاو ديما تابعيني، ديما تابعيني. تخيل قسما بالله النهار اللي درت الإجهاد كنتلاقى معاهم ديما ديما، وكنقلب الطريق. العام يلا بدل هاد القراية كنتلقى معاهم عاوتاني، ويوميا كنشوفهم يوميا، كنحاول كنقول ما نشوفهم، شو كنضطر نشوفهم حتى عندي في الخدمة. يعني فاش كتشوف علاش ربي واش بغا يعاقبني بهادوك الدراري، علاش جوج توام؟ بس ديما نبقى نتفكر الذنب اللي درت، ديما نبقى نتفكر طول حياتي. كنت بقى انا تنقول بحد مرات، تنقول الحمد لله هاد السيد لقيتو نقدني، نقدني كما كنت خيات غير شي نهار كنبقى نشوف فيه، تنقول تخيل هاد السيد غيموت شنو غيكون المصير ديالي عاوتاني. ها هو ينقدني ووفر ليا بزاف الحوايج، ولكن كنقول كيفاش الا مجالي شنو غندير، بس ربي ما نقدرش عاوتاني، ربي واش جازاني بواحد ما تيولدش بس ربي يزيد يعاقبني عاوتاني. الناس اللي تفرجوا كل شي مشى مع القصة ديالك، كل شي مشى مع القصة ديالك، قصتك فريدة من نوعها. كنحس ربي كنحس ربي كنقول الحمد لله لقيت هاد الراجل، يعني راه دار ليا شي حوايج حتى واحد ما يديرهم معايا. يعني تخيل كيعيط لي غير الكتكوتة ديالي يا بنتي، كيقول لي بنتي أكثر الحوايج كيديرو معايا، غير طرات فيا غير شي حاجة تيبغي يهبل. يعني بحال ظلو، أنا بحال ظلو، بحال ظلو كيقول لي ما نخليك ما تختصب شي حاجة، غير نشوفك فرحانة. كي عرفت كان غير نمشي عند ربي ولا شي حاجة ما كنقدرش نقنعه. أنا بغيت كلشي دايم لي مع هاد السيد هذا، كما السيد هذا كلشي يدير معاه في لي كومونتير. عرفتي شنو هي الحاجة اللي عجبتني في هاد السيد؟ أغلب الناس ديال اللي كبر تيبغيو يتزوجوا بوحدة صغيرة، ولكن تيدير الرغبة ديالو، ولكن هذا جو كخوا حسك بالقمة الأنوثة ديالك. كان معاك زعما راجل وسط هاد السيد هذا، وقف معاك وقفة ديال الرجال ديال بصح. يمكن العمر بيناتكم عمر كبير، ويمكن ما غتولديش، ولكن عطاك
داك شي حوايج غاليين بالنسبه ليا انا. والله هذاك شي حوايج غاليين، يمكن خلاك تعرفي قيمه نفسك، يمكن داك من طريق خايبه لطريق زوينه، وهادشي راه ما تيتقدرش بالثمن. يمكن بغى يشوف احسن وحده، يمكن عاد حياك مره اخرى. شحال داكشي غير جسد، دابا وليتي جسد وروح وليتي. اش نقول لك؟ ياي ياي ياي، المهم نقصك. تفضلي. وانت باقي قول لي انا باقي ما وصلتكش هذاك الشيء اللي بغيت نشوفك فيه. كيقول لي باقي، كيقول لي باقي غادي نوصلك، كيقول لي باقي باقي غنوصلك، اي حاجه بغيتي غادي نوصلها لك. باقي كيقول لي غادي نوصلك، كيما بحال ما كنبقى نقول ربي علاش جابوني في الطريق ينقذني، ولكن هو ربي جابوني ما كيولدش. واش ربي بغاني ما عمرني يكون عندي الولاد؟ كنبقى نحس بواحد الاحساس، واش كنقول هادشي كامل؟ يمكن ربي ما رزقكش بالولاد، يمكن، ويمكن واخا كون ما تجوجتيش بيه ربي ما يرزقكش بالولاد، واخا تزيد ما كانش في حياتك هادشي اللي فين تيك شاش عايشيه، واخا كون كان شي واحد اخر ربي يقدر ما يرزقكش بالولاد. انا تنظن هاد السيد طلع معاك راجل ونص، انتي خاصك تطلعي معاه. انا الحمد لله دابا واخا دابا تيمشي على برا، يعني حاليا دابا في برا، واخا كيمشي وكنبقى نهضر معاك كلشي، ما عمرني بقيت درت شي حاجه. صافي يعني لقيت واحد مهتم بيا دايرني بحال بنتو. صافي ما كنت دابا حاليا ما كنت خيت راسي انني شي نهار الله يستر توقع لي شي حاجه، ما تخيلش راسي كيفاش غنعيش، حيتاش راه هو باش انا دابا كنشوف، يعني راه اي خطوه كنبغي نديرها ضروري خصني نتشاور معاه، اي حاجه كنبغي نديرها ضروري خاصها تكون في خبار ضروري. كيقول لي ما ديري صحابات، كيقول لي ما تخرجيش مع البنات، كيقول لي لا تخرجي مع البنات، تشهيتي شي حاجه انا غادي نديرها لك، وكيعاملني بحال بنتو. شتي نكذب عليك؟ شتي با وما عملنيش هاد المعامله اللي كيعاملني هوايا، نكذب عليك بزاف بزاف. ونتمنى ربي يسهل على هاد السيد، انا ما تنعرفوش، ولكن نتمنى ربي يجعله من اهل الجنه. امين يا رب. والله العلي العظيم، غير انا اللي نقول لك عندك واحد الفرصه زوينه انك تعيشي مزيان، تعيشي بخير، ممكن تعيشي مع هاد الشيء. شحال عمرك؟ دابا عندي 27. مازالها صغيرة، ممكن انك تبناي، ممكن يكونوا عندك الولاد وما مرتاحاش، ما عرفتيش الحكمة ديال ربي فين كاين. وبالعكس ربي راه تيبغيك ملي نخرجك من ديك الطريق، ربي راه تيبغيك. الحمد لله. والله إلا زعما قصتك مشيت معاه، عرفتي بقيت ساهي مع قصتك، ما شاء الله كل شيء تيجي مع داك السيد اللي فغيمون عندك شي نهار ديري شي، عندك شي نهار ديري شي غلط، ماشي بالضرورة، ماشي بالضرورة انك ديري غلط، هضرة حيت هاد الموضوع واقيلا تسد في مرة بالنسبة لك على ما أظن، يمكن تبتي توبة نصوحة. الحمد لله، ما صافي الحمد لله. وكان معك راجل كوني معاه أنت، كوني كنتي واقفه فريمون. تنتمنى كاع الناس اللي تتفرجوا كل شيء يديروا معاك، ربي يسهل عليك ويدير لك اللي فيها الخير. وفريمون انا تنشكرك بزاف، لان هذه القصه هذه من احسن القصص اللي سمعت، يمكن نهايتها زوينه، واخا انت بالنسبه لك شتيها من واحد الناحيه يمكن ناقصه شي حاجه، ولكن حنا شفنا بانها زوينه ومن اروع القصص اللي عندهم نهايات زوينه هي قصتك. شنو نقدر نعاودها؟ شنو نقدر نعاودها انا؟ المهم تنشكرك بزاف اسماء، ونتمنى تعيطي لنا شي نهار ونلقى عاوتاني الضحكه في وجهك. تنشكرك بزاف اسماء لانك شاركتي معنا.